في كل مساء مشاهدينا نحاول أيضا أن نأخذكم بمواضيع صحية توعوية مختلفة، وذلك إيمانا أيضا بدور هذا الجانب في حياتنا المختلفة. نتحدث الليلة عن الإدارة الذاتية لمرض السكري، ماهيته وعلاجه وتفاصيل مختلفة بإذن الله من خلال الدكتور طارق بن حمود العبري، أخصائي أمراض السكري، ينضم معنا عبر هذا الاتصال المرئي. مساء الخير دكتور، حياك الله في برنامج من عمان. مساء النور، مرحبا بكم بالسادة المشاهدين وشكرا على الاستضافة. واجبنا. بداية نتحدث عن هذا المرض ونعطي المشاهد لمحة أيضا عن مرض السكري. طيب مرض السكري حقيقة هو مرض مزمن يحدث نتيجة عجز غدة البنكرياس عن إفراز الإنسولين الكافي للسيطرة على سكر الدم، من ثم يترتب عليه ارتفاع في مستويات سكر الدم، ومن ثم حدوث المضاعفات المعروفة مضاعفات السكري. إذن هناك قد يكون في عجز كامل عن إفراز الإنسولين، أو يكون كذلك نقص، أو ربما كذلك خلل في عمل هذا الإنسولين، أو مقاومة لعمل الإنسولين. وطبعا الإنسولين نحن نعرف أنه هو الدور من الإنسولين أنه هو ينظم السكر في الدم، أن الخلايا تستفيد من السكر من خلال تنظيم الإنسولين لهذا، يعني يسبب دخول السكر إلى الدم. نعم دكتور، اليوم يعني يصنف هذا المرض من الأمراض المنتشرة والأكثر شيوعا حتى على مستوى العالم. نتحدث عن الأسباب التي ساهمت في انتشار السكري لا سيما لدى مرحلة عمرية مبكرة كما نلاحظ في مجتمعنا حتى. نعم، حقيقة انتشار السكري أصبح بشكل كبير وواضح، يعني حتى النسبة في عمان تقارب تقريبا 20%، وهي نسبة كبيرة ومخيفة جدا الحقيقة. ومثل ما تفضلت يعني صار أصبح يظهر في 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 سن مبكرة، يعني وليس فقط في السن المتقدمة. هناك في الحقيقة عدة عوامل قد تزيد من احتمالية الإصابة بالسكري، هو ليس عامل واحد، يعني بمعنى إذا كان هذا العامل موجود أو هذا السبب معناته راح يتحتم أنه هذا الشخص راح يصاب بالسكري. هي عوامل قد تزيد أو يعني تزيد من أو تعزز من نسبة الإصابة أو احتمالية الإصابة بالسكري. نتكلم مثلا عن موضوع السمنة والبدانة أو زيادة الوزن، يعني تقريبا أكثر من 60% من المجتمع يعاني من السمنة أو زيادة في الوزن، وهذه نسبة كبيرة كذلك أدت إلى زيادة نسبة الإصابة بالسكري. نتكلم كذلك عن العامل الوراثي، قد يلعب دور كذلك في أو يلعب دور حقيقة في موضوع الإصابة بالسكري. مثلا وجود شخص في الأسرة مصاب بالسكري يزيد الاحتمالية من الإصابة بالسكري للأشخاص من نفس الأسرة، مقارنة مثلا مع أشخاص آخرين من أسر مختلفة غير مصابة بالسكري. مثلا كذلك اللي هو من العوامل التي تزيد من نسبة الإصابة بالسكري وأصبح الإفراط أو كثرة تناول الحلويات والسكريات والنشويات بشكل عام بشكل كبير، وكذلك قلة نشاط البدني وممارسة الرياضة. هذه كل عوامل مجتمعة تزيد من احتمالية الإصابة بالسكري. نعم يعني دكتور، هل يشترط وجود عامل وراثي للإصابة بمرض السكري كشرط؟ طبعا هو لا يشترط، هو العامل الوراثي لا ننفي ابدا انه يزيد من احتماليه الاصابه بالسكري مثل ما ذكرنا، معناته اذا كان احد الاشخاص مصابين بالسكري في الاسره هذا نعم يصاب شخص بالسكري بعدم بالسكري، لان العوامل الاخرى مثل البدانه والممارسات الخاطئه في تناول الطعام هذه عوامل حتى اقوى بكثير تلعب دور في موضوع الاصابه بمرض السكري. نعم، هل الاسباب تختلف دكتور ما بين الصغار والكبار في الاصابه مرض السكري؟ نعم، هو هنا انتقلتنا الى الحديث عن انواع السكري. اذا تكلمنا عن انواع السكري فهناك ثلاث انواع اساسيه، عندنا النوع الاول من السكري، وكذلك النوع الثاني من السكري، وكذلك سكر الحمل. اولا النوع الاول من السكري او ما يعرف عند المجتمع بالسكري الصغار او الاطفال، عاده يظهر في سن مبكره اقل من 25 سنه عاده، ويكون الانسان او المريض يعتمد اعتماد كلي على الانسولين. في الحقيقه النوع الاول من السكري هناك يعني هو مرض مناعي، جهاز المناعة يقوم بتدمير الخلايا التي تفرز الإنسولين في البنكرياس، وبالتالي يكون هناك عجز كامل ويكون العلاج عن طريق الإنسولين. بالنسبة للنوع الثاني يظهر عادة في سن أكبر، خلينا نقول مثلا في أكبر من 25 سنة عادة، أو حتى في أعمار أكبر من كذا، يكون هناك طبعا مرتبط ارتباط وثيق بالبدانة والعادات الخاطئة في الطعام، يكون هناك خلل مقاومة لعمل الإنسولين. وكذلك نتكلم عن سكر الحمل الذي يظهر في شهور الحمل في فترة مؤقتة ويختفي بعد شهور الحمل. لكن هنا الجدير بالذكر أن الإصابة بسكر الحمل قد يزيد من احتمالية أو يعزز الاحتمالية من الإصابة بالنوع الثاني من السكري، لذلك وجب الانتباه بعد انقضاء حتى فترة الحمل وانقضاء سكر الحمل.
نعم، نتحدث أيضا عن الإدارة الذاتية لمرض السكري، ما المقصود بهذه الإدارة؟ طيب، هو مصطلح مهم جدا وجميل جدا، والمقصود منه الإدارة الذاتية هو أن المريض بنفسه يدير المرض، معناته هو يتعايش مع المرض، يكون هو له الدور الأساسي في العلاج، في متابعة المرض. طبعا هنا يمكن يقودني الحديث عن أشياء مهمة في الإدارة الذاتية. يعني مثلا لازم أتكلم، إذا بتكلم عن الإدارة الذاتية، في عوامل مهمة مثل العامل المهم اللي هو موضوع الوعي الكامل والثقافة الصحية عند المريض. يعني المريض ما راح يقدر يتعايش مع المرض ويسيطر عليه إذا ما كان عنده المعلومات الكافية والثقافة عن هذا المرض. من كذلك العوامل او المواضيع الخاصه بالاداره الذاتيه هي مساله متابعه مرض السكري، يعني متابعه المريض لمرض السكري، يكون في البيت بحيث متابعه مستويات السكري، ارتفاعها انخفاضها، معرفه كذلك الاعراض المصاحبه لهذه الارتفاعات والانخفاضات، معرفه مثلا متابعه استجابه السكري للادويه او الحميه الغذائيه او مثلا الانسولين. طبعا هذا من ضمن كذلك يعتبر من ضمن الاداره الذاتيه للسكري. كذلك هي معرفة الممارسات الصحيحة، يعني معنات الإدارة الذاتية يجب عليه كمريض سكري أكون على علم ما هي الممارسات الصحيحة، مثلا في الغذاء، الممارسات التي تساعدني على السيطرة في السكري مثل ممارسة الرياضة. يجب أن يكون عندي بعض التفاصيل عن هذه الأشياء، كما يكون عندي بعض التفاصيل عن الأشياء التي تسبب في عدم انضباط السكري وارتفاع مستوياته. فهذه كلها معناتها هي الفكرة هي التعايش مع مرض السكري، ويكون المريض هو القائد في الحقيقة في 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 مسألة التعايش مع معناته، هو الذي يعني يسيطر على السكري بنفسه طبعا من خلال الإدارة الذاتية للسكري. نعم، تنتشر يعني في المجتمع بعض المعتقدات الخاطئة تجاه هذا المرض، مرض السكري، لو نتحدث عنها ونصحها للمشاهد الكريم من خلالك دكتور طارق. طبعا هناك مجموعة من المعتقدات أو المفاهيم الخاطئة قد تكون منتشرة عند مرض أو المجتمع بشكل عام عن مرض السكري. طبعا منها من ضمن هذه المعتقدات المهمة جدا هو اعتقاد الناس أنه في حالة عدم وجود أعراض للسكري فإنه لا يستلزم العلاج، ليس بحاجة علاج. كثير من الناس قد يقول هذا القول، يعني انا لا اشعر باي اعراض للسكري، لا يوجد اي مشكله عندي من السكري، فلماذا يجب علي التوجب علي اني اخذ علاج للسكري او اذهب للمؤسسه الصحيه؟ وهذا طبعا مفهوم خاطئ، لان الفكره من علاج السكري هي السيطره بغرض الوقايه من المضاعفات المستقبليه في المستقبل. مرض السكري ليس مرض اعراض، ممكن التعايش مع اعراض السكري لسنوات طويله، ممكن هذا وارد جدا، لكن الفكره من العلاج هي السيطره على مستويات السكري بغية الحفاظ عليه أو عدم الوصول إلى المضاعفات التي تكون خطيرة وكبيرة جدا لمرض السكري. هذا من ضمن المفاهيم الخاطئة اللي يجب تصحيحها. من ضمن المفاهيم الخاطئة كذلك أن الاعتقاد أن بعض الأدوية المستخدمة في علاج السكري قد تؤثر مثلا على وظائف الكلى على وظائف الأجهزة الأخرى في جسم الإنسان، وهذا غير صحيح. الحقيقة أن السكري هو من يقوم بإحداث هذه المضاعفات أو الخلل مثلا في الأعضاء هذه. عليه يترتب بعض الأحيان أن الطبيب قد يقوم يعني بتغيير جرعات الأدوية، وهذا نتيجة طبعا تغيير وظائف الكلى أو الكبد أو غيره. هذا لا يعني أن الأدوية هذه هي من سببت المشكلة أو الخلل في هذه الأعضاء، ولكن هذا يكون بسبب السكري بنفسه. ممكن كذلك من المفاهيم الخاطئة هو الاعتقاد أن الإنسولين لا يستخدم إلا في حالات متأخرة جدا من المرض، بمعنى أن إذا كانت الحالة متأخرة وظهرت كل المضاعفات هنا يستخدم الإنسولين. طبعا هذا المفهوم خاطئ كذلك، لأن ممكن استخدام الإنسولين كعلاج للسكري في أي مرحلة، حتى ممكن من بداية التشخيص مثلا إذا كانت مستويات السكري مرتفعة جدا من البداية. نعم، هذه بعض المفاهيم الخاطئة التي قد تكون منتشرة عند البعض في المجتمع. نعم، رسالتك الأخيرة للمشاهد فيما يتعلق بالوقاية من هذا المرض، كيف نقي أنفسنا؟ طيب، هو الحديث عن الوقاية هو الحديث عن السهل الممتنع حقيقة. الأمر سهل ولكنه يحتاج كذلك الأخذ بالعناية والاهتمام. كيف أقي نفسي من مرض السكري؟ أحتاج إلى التوازن الغذائي، أحتاج إلى التغذية السليمة، يكون عندي معلومات عن التغذية السليمة، أكون يعني حياتي النمط الغذائي يكون سليم، العادات الخاطئة.
كذلك أيضا الموضوع الآخر هو ممارسة الرياضة، موضوع بسيط، النشاط البدني بشكل مستمر ودوري يقي بشكل كبير الأفراد من الإصابة بالسكري. صحيح وكذلك لا نغفل الحقيقة أهمية كذلك الفحص المبكر للسكري، معناته الإنسان قد يعني حتى في عدم إصابته بالسكري مبدئيا يقوم بالفحص المبكر للسكري عن وجود المرض إذا كان موجود، لأنه في حالات يكون الإنسان في حالة تسمى مثلا ما قبل السكري، هو في مرحلة لم يصل إلى التشخيص للسكري لكنه معرض بنسبة كبيرة إذا استمر بنفس الممارسات أن يصل إلى التشخيص. وهنا ممكن مثلا في حالة الكشف عن مثل هذه الحالات العودة من جديد إلى الصحة وتجنب مرض السكري بشكل كامل. نعم، نعم ربي يحفظنا جميعا من كل مكروه وشر. شكرت لك وجودك دكتور عبر هذا الاتصال المرئي والحديث عن مرض السكري والإدارة الذاتية على وجه التحديد. كان معنا مشاهدينا أخصائي أمراض السكري دكتور طارق بن حمود العبري، سعدنا جدا بك، ونتواصل معكم بكل محبة وبكل أيضا سعادة من خلال محطات تعكس أهم الأنشطة والبرامج على الساحة الوطنية. بعد قليل ابقوا معنا.